يعني رجاء خلي يكون الكلام بشكل عام، لأننا نتكلم عن ما قدم النظام المغربي للقضية الفلسطينية وليس ما يحصل في فلسطين. نحن نتكلم عن هذا النظام، هل خدم القضية الفلسطينية، هل أعان القضية الفلسطينية، هل نصر الشعب الفلسطيني أم لا. أما أن نتكلم عن ما يحصل في فلسطين فهذا موضوع آخر، سيكون شأن فلسطيني. نتكلم عن فلسطين في الداخل، نتكلم عن فتح وعن حماس وعن انقسام وعن التقاتل الداخلي وعن تشتيت الشعب الفلسطيني وتشرذم واستفراد إسرائيل بالاستيطان وبهدم المناطق وبقضم الأراضي وبتهويد القدس. ممكن نتكلم في المسائل هذه إذا كان الموضوع فقط القضية الفلسطينية، ولكن الموضوع كان عن النظام المغربي، النظام الملكي في المغرب ماذا قدم، هل فاد القضية الفلسطينية أم لا. يا أخي قبل شهرين السفير الفلسطيني في الرباط انتقد أداء لجنة القدس فطرد. هذا السفير الفلسطيني في الرباط انتقد فقط مجرد انتقاد لأداء لجنة القدس فطرد. فهذه خدمة القضية الفلسطينية. مسألة أخرى أخي، 800 ألف يهودي مغربي يقيمون في إسرائيل ويحملون الجنسية الإسرائيلية. المغرب هو البلد الوحيد الذي لم يسقط الجنسية المغربية عن اليهود الإسرائيليين. هل تعلم؟ كل اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين من 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 اليمن ومن سوريا ومن لبنان ومن العراق ومن مصر ومن تونس، كلهم أسقطت عنهم الجنسية العربية لأنهم أخذوا الجنسية الإسرائيلية. إلا المغرب لم يسقط عنهم الجنسية المغربية، ولا زال المغاربة اليهود لحد الآن يأتون إلى المغرب معززين مكرمين وحاملين للجنسية الإسرائيلية. وإذا نظرت في قيادة الليكود واليهود المتطرفين في إسرائيل تجد أصولهم مغربية. إيهود باراك مغربي، أصله مغربي. إيهود باراك مغربي. ديفيد ليفي مغربي، هو مغربي أبا عن جد. عمير بيرتز مغربي. كل من يحتل القيادات في إسرائيل ويحكم إسرائيل وينكل بالشعب الفلسطيني ويقتل الشعب الفلسطيني في غزة الذي أنت تدافع عنها، قيادات الجيش هم يهود مغاربة، ويسمح لهم المغرب بأن يأتوا ويستثمروا في المغرب ويتمتعوا بالسياحة وبالبلد الجميل في المغرب. هل هكذا يخدم النظام العلوي الفلسطينيين بأن يسمح لليهود الإسرائيليين التي أصولهم مغاربة بأن يقتلوا الفلسطينيين ويأتوا إلى المغرب معززين مكرمين لهم كل الحماية والأمن؟ هكذا يخدم هذا النظام القضية الفلسطينية وتلوم مصر؟ فلنلوم هذا النظام فقط الذي لم يسحب حتى الجنسية المغربية. كيف يتشرف المغربي بأن يكون مغربي منه حتى ولو كان يحمل جنسية يهودية أن يحمل جنسية إسرائيلية؟ كيف يرضى هذا النظام؟ تأكد أخي الكريم في اجتياح بيروت في لبنان في 82، أقسم بالله أنا كنت في بيروت، من كانوا على ظهور الدبابات كانوا يتحدثون اللهجة المغربية. الإسرائيليين في اجتياح بيروت 82 وحصار بيروت ل 88 يوم، الذين كانوا على ظهور الدبابات يتحدثون اللهجة المغربية. ارجع إلى التاريخ والمقالات وابحث في الانترنت ستجد أن الإسرائيليين اليهود المغاربة هم من شاركوا في حرب في اجتياح بيروت في 82. هكذا تنصر القضية الفلسطينية؟ هذا تسميه نصر القضية الفلسطينية حين يسمح هذا النظام المغربي بأن يكونوا اليهود المغاربة حملت الجنسية الإسرائيلية. يهودي مغربي يحمل جنسية إسرائيل، هذه إساءة للمغاربة أصلا، هذه فيها إساءة للمغاربة أن يأتي مغربي يحمل جنسية إسرائيلية إلى المغرب وله كل الحرية، حرية المواطن المغربي. ولا زال حتى اليهود المغاربة في إسرائيل، يهود المغاربة في إسرائيل ملتزمين بكل العادات والتقاليد المغربية، ولا زالوا حتى يحتفظون بصور الحسن الثاني في بيوتهم وحتى في زيهم وملبسهم، ويروح ويذهبون ويأتون. حتى في حرب 73 أخي، حرب 73 هرب اليهود من 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 فلسطين حين قامت الحرب 73، 90 ألف استقبلهم المغرب، هربوا خوفا من دخول الجيوش العربية إلى فلسطين، ظنا منهم بأن العرب سيحرروا فلسطين. هرب 90 ألف إلى المغرب واستقبلهم المغرب، هؤلاء اليهود الإسرائيليين المغاربة استقبلهم. هكذا تنصر القضية الفلسطينية؟ تلك الأموال التي يستثمرها اليهود المغاربة
في إسرائيل يستثمرونها في الدار البيضاء وفي فاس وفي كل هذه المناطق التي هي بالأساس أصولهم وجذورهم، ألن تعود إلى إسرائيل؟ ألا يذهبون بأموالهم إلى إسرائيل وإلى الجيش الإسرائيلي وإلى خزانة الدولة الإسرائيلية التي تقتل وتفتن وبالشعب الفلسطيني؟ أليس هناك 11 ألف أسير فلسطيني؟ ماذا قدم نظام المغرب لهم؟ سمح لهم بأن يحتفظوا بالجنسية المغربية؟ هذا الشرف لهم؟ كيف يسمح هذا النظام بأن يقتل المغربي حتى ولو كان يهودي يحمل جنسية المغربية ولو له جنسية إسرائيلية بأن يقتل مسلم وهو رئيس لجنة القدس؟ وإلى الآن أتحداك على لسان أي فلسطيني، إن كان من السلطة من عباس أو من حماس أو من كل القيادات الفلسطينية الأخرى، أن يقول لك بأن لجنة القدس بأنهم توصلوا بمبلغ أو بمساعدة من لجنة القدس. لم يصلهم ولا فرنك من كل هذه المساعدات. الشعب المغربي يدفع من أمواله للجنة القدس ولا يصل لها شيء، وكان انتقال لهذه اللجنة وعلى إثرها تم طرد السفير الفلسطيني. تحياتنا وبارك الله فيكم. تفضل.